السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في الفيديو ده. هنعمل طريقة عمل او هنتعلم طريقة عمل العراوي. هنا انا عاملة في الشغل ده، ادي طريقة عروتين، واحدة من 6 غرز قبل 6 غرز وواحدة اصغر شوية. العراوي طبعا هنعملها بنعملها على مسافات متساوية طبعا على حسب ما احنا بنعمل، وعايزين حجم الغرز العروة على حسب الزرار اللي هنحطه. لو عندي زرار بالحجم ده مثلا انا بحطه على الشغل بتاعي واشوف انا عايز افتح له عروة قد ايه بين كام غرزة، بحطه كده على الشغل واشوف المسافة بتاعته دي اخد مكان كام غرزة. هنا مثلا اهو خد مكان 3 غرز. لو زرار اصغر صغير خالص بالحجم الصغير ده بيتقفل له مثلا غرزة واحدة، مسافة غرزة واحدة. لو زرار أكبر وأكبر زي ده أهو ممكن 5 غرز أو 6، هتحط أهو 1 2 3 4 5، ممكن 5 عروة من 5 غرز تقفل لي 5 غرز زي العروة اللي أنا عاملاها دي. العروة دي عاملاها قافلة 5 غرز، والمفروض يكون العروة طبعا أضيق شوية من الزرار لأن الشغل بيتفرد معايا ويتمدد شوية واحدة واحدة ويتمط مع تدخيل وتطليع الزرار، فمش عايزين نعملها واسعة بزيادة بعد كده الزرار يبقى يفلت ويطلع منها. فالمفروض العروة تبقى أقل من حجم الزرار مسافة غرزة مثلا، يعني حتى دي من 5 غرز حاسة انها كبيرة، ممكن 4 غرز بس. حتى احنا حاطينها على الغرز كده او تقريبا هم 4 غرز بس، 1 2 3 4. العروة دي انا عاملاها من 5 غرز كبيرة طبعا، بيطلع بسهولة، وبعد كده من الاستمرار دخوله وطلوعه برضو هتوسع اكتر، برضو الزرار ده زي اللي قبله دي حلوة عليه، 5 قفلة 5 غرز مناسبين للزرار ده. يبقى انا بعمل فتحة العروة، احط الزرار على شغلي واشوف تقريبا هقفل كام غرزة. هنشوف مع بعض الطريقة. هي طريقة عمل العراوي سهلة، مبنية على اني بقفل غرز واعوضهم تاني في تاني في السطر التاني. انا هنا عملت العينة الغرزتين العروتين دول، هشوف مع بعض، ارجع بالشغل انا كنت بعمل فيهم عشان اوريكم زيهم تاني. هرجع من ظهر الشغل حسب الغرزة اللي انا بعملها، هرجع بالمقلوب واجي على وش الشغل اوريكم طريقة عمل العراوي بالتفصيل. نبتدي يا جماعة نعمل عروة، هوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل عروة زي دي من 5 غرز. هنعمل نبتدي نقفل واحنا ماشيين في السطر العين، نقفل ال5 غرز اللي احنا عايزينهم. عايزين نبتدي العروة من هنا مثلا، هنبتدي نقفل. ادي اول غرزة، اشيل الاولى على التانية كده، بعدين اشتغل اللي بعدها، باخد اقفل. طريقة قفل الغرز معروفة، في فيديو برضو في القناة طريقة قفل الغرز. ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، ودي 5 غرز. هعمل عروة كبيرة من 5 غرز. خلاص قفلت المسافة اللي انا عايزاها حسب الزرار ومقاسه، بمشي عادي السطر بمشي عادي. في ناس بتعوض الغرز بترجع تاني في نفس وهي قبل ما تكمل السطر بترجع وتعمل الغرز، بس الطريقة دي حاسة ان دي اسهل، يعني انا اخلص سطر وارجع اعوض الغرز وانا راجع، بمشي عادي واعمل على المسافات اللي انا عايزاها، بحددها عايز اعمل زراير على مسافات قد ايه. بمشي كده مثلا وابتدي اعمل غرزة بتاع ده، فتحة عروة كمان، مشيت 5 غرز وهعمل عروة كمان. ابتدي اقفل اول غرزة نفس الطريقة، انا بكرر عشان
ادي اول وردة. هقفل تاني وردة. هقفل تاني وردة. دي ربع وردة. دي 5 وردة. واكمل السطر عادي للاخر. هعوض الغرز اللي قفلتها دي بقى في السطر وانا راجعه، في السطر المقلوب. هنيجي للسطر المقلوب بقى من الظهر. اشتغل. حسب الشغل اللي انا بشتغله، العودة المقلوبة مثلا اشتغل. اشتغل الغرز عادي. باجي بقى هنا هعوض ال5 غرز اللي انا قفلتهم هنا عادي. ازاي؟ في طريقتين هعمل لكم، دي طريقة في العروة دي، والطريقة التانية تعويض الغرز في العروة التانية. اجي بصبعي ده واجي اعمل ادي، احط غرزة كده عقدة على الابرة، ادي التانية. ادي التالتة. ادي الرابعة. ودي 5 غرزة. 5 غرز رجعتهم تاني اللي انا قفلتهم من ناحية العدل. وكمل الشغل عادي. بكمل الغرز عادي. اجي هنا في طريقة تانية بقى، دي لتعويض الغرز، هوريها لكم برضو ازاي اعوضها. ان الف الشغل على ناحية العدل، دي فيها لخبطة شوية، عايزة يعني تعليم بس حلوة كويسة. الاولانية سهلة، ان اعوض الغرز كده، اخد غرزة لفيت الشغل واحط كده و اعوض غرز كده. ادي 1. 5 غرز برضو. 2. 3. 4. 5. بس ازود غرزة كمان عنهم، اضيف زيادة غرزة. 6. شوف انا زدت كام غرزة، اعمل زيادة غرزة عن الغرزة اللي انا قفلتهم. قفلت 5، اعمل 6. ادي اول واحدة. 1 2 3 4 5. ازود غرزة كمان، خليهم 6. كده خلاص. بعدين الف الشغل، الف الشغل واروح واخد الغرزة دي اللي هنا دي وقلبه اخر واحدة اشتغلتها زودتها عليها. بعدين ارجعها تاني واكمل الشغل. شفتوا يا جماعة الطريقة دي؟ واجي من على وش الشغل اشتغل بقى الغرز اللي انا هشتغل السطر عادي مع الغرز اللي انا حطيتها لتعويض قفل غرز العراوي. اشتغل عادي السطر اهو.
هوريكم شكل العراوي بعد ما هنشتغل اهو. هشتغل الغرز اللي انا حطيتها سواء بالطريقة الاولى او التانية، هشتغل الغرز كده. شوفوا الطريقتين، ادي اشتغلت مكان العروة دي، وهشتغل الغرز اللي هنا اهي. دي بتبقى يعني الغرز اللي هي الطريقة الاولى بتبقى الغرز شغلها صعب شوية في اول سطر كده، بحاول اوسعها كده وادخل فيها غرزة غرزة. مش الخيط بتاعي ده بدخل في المكان بتاع العروة كده بالإبرة، أوسع الغرزة شوية الأول وأروح واخدة غرزة غرزة شغلها. هو اول سطر بس الغرزه اللي انا حطاها على الابر دي بتبقى شغلها صعب شويه، بس هاخدها غرزه غرزه اوسع لها كده. خلاص خدت الخمس غرز، اكمل بقى بقيه الشغل في السطر. خلصت السطر خلاص، برجع من الظهر هشتغل سطرين ثلاثة واوريكم شكل العراوي. اهي العروتين اتعملوا اهم، عروتين كبار من خمس غرز، زرار كبير. اشتغل كمان سطرين واوريكم كده بقى شكل العراوي. ده يا جماعة شكل العراوي اهي، بتكون كده العروة دي والعروة بالطريقة دي، مفيش فرق جامد بينهم. شوفوا الطريقة اللي تعجبكم وتنفذوها بيها. يا رب يكون شرحي واضح وتكونوا فهمتوا طريقة عمل العراوي. لو عايزين تعملوا عروة صغيرة نسيت اقول لكم ان هي لو من غرزة واحدة بتاخدوا غرزتين في غرزة، تعملوا لفة سهلة خالص، بتعملوا لفة بالخيط وتاخدوا اتنين في واحدة، غرزتين في واحدة، بتعمل لكم فتحة صغيرة لزرار صغير فراغ زي الاجور كده، ممكن تنفع على الزرار اللي هو الصغير ده. لكن العروة ما كبيرة لزرار كبير حسب زي ما قلت لكم، تاخدوا حسب الزرار بتقفلوا الغرز وتعوضوها بطريقة من الطرق اللي وريتها لكم في الطريقتين اهم. يا رب يكون شرحي واضح، وإلى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.